السلام عليكم طلبة أعزاء في قسم علوم الحياة جامعة بغداد. راح نتكلم اليوم عن مواضيع أنا متكلم عنها سابقا، لكن نعطي أمثلة عليها مختلفة أكثر وضوح. الموضوع الأول هو الـ Conditional Formatting، والموضوع الثاني الـ Comparisons. الـ Comparisons أو المقارنات يعني أكيد خذتوها من خلال الأمثلة السابقة أعطيتها بمحاضرات بالمختبر. اليساوي هو الإكوال، ينكتب رمز اليساوي نفسه نعرفه بموجب الكيبورد. نوت إكوال بالإكسل أو أي لغة برمجة، يعني أغلب لغات البرمجة ينكتب بهاي الطريقة، لا يساوي، ما عدا أتذكر السي والشارب يختلف. اللي يهمني إنه لا يساوي شلون ينكتب بهاي الطريقة، أول شيء رمز الأصغر بعدين رمز الأكبر. المور ذان هذا رمز المور ذان، لأفترض إنه رقم أو القيمة الأولى هنا والقيمة الثانية هنا، فبالتالي دائما هذه تكون أكبر من هذه، هاي مقارنة بالأكبر ليشوف المقارنة. وعندي مور أور إيكوال، هنا يعني أكبر أو يساوي. انتبهوا على الأكبر يساوي والأصغر أو يساوي واللا يساوي. شوفوا اللا يساوي شو ينكتب، ما عندي أنا بالكيبورد لا يساوي مثل ما ماخذه بالألجبريك فورم، فانتبه مو هو يساوي مشخوط وإنما ينكتب بهاي الطريقة. وأيضا الأكبر أو يساوي انتبهوا عليه زين، ما عندي بالكيبورد أكبر أو يساوي بالطريقة الألجبريك فورم اللي هي أكبر وبعدين تحت شكل قراج، وإنما أكبر وبعدين أحط رمز يساوي يصير أكبر أو يساوي. أكيد ما من حقي أحط هالشكل، هذا غلط، هذا غلط، الصح هذا أكبر يساوي. اللي يهمني الأصغر تعرفوه، والأصغر أو يساوي. راح نعطي أمثلة على كل واحدة من ذني، مثال بالترو، عفوا باليساوي. أي عملية رياضية أو عملية مقارنة قبلها اتفقنا نحط عملية أو رمز اليساوي. هسه نيجي نقارن، هل الثمانية تساوي ثمانية؟ أنتوا شفتوا ترو، زين هل 8 تساوي 9؟ الجواب فولس، اوتوماتيكيا النتيجة هي بوليان، النتيجة منطقية، فالمنطق يا اما يقول ترو اما يقول فولس. تذكرون هذا الشيء دارسي بالخامس اعدادي، العبارة اما تكون صائبة او تكون خاطئة. فهنا اكيد 8 هي، هل تساوي 9؟ اكيد الجواب راح يكون فولس. نرجعها 8 تساوي 8 راح يكون جواب true. not equal أيضا نشوفكم إياه، هل السبعة هي لا تساوي السبعة؟ أكيد هي السبعة تساوي السبعة، لذلك من أنطي إنتر أشوفه فولس. أما لو أحط هنا مثلا رقم آخر، السبعة لا تساوي ستة، فهذا true، السبعة هي ما تساوي ستة. مثلا يقول السبعة هي ما تساوي سبعة، هذا فولس. الأكبر هذا أيضا واضح، تسعة أكبر من الثمانية، هذا true. إذا أخلي التسعة هي أكبر من ثمانية، إذا أحط هنا 18 راح شي يصير فولس، نشيل الواحد حتى أخليها ثمانية، تسعة أكبر من ثمانية ترو. زين more or equal، more or equal هنا هذا انتبهوا عليه زين، يعني إذا كانت هذه تسعة وكانت هذه تسعة، هذه أيضا ترو، يعني هو or، نحن نقول or أو، يعني هل التسعة هي أكبر أو تساوي تسعة؟ هذا هي مو أكبر لكن هي تساوي، فبالتالي أيضا true. هل التسعة هي أكبر من أو تساوي السبعة؟ هذا أيضا true، لكن الحالة اللي يكون بها false من تكون هاي ستة، هل الستة هي أكبر أو تساوي السبعة؟ راح تكون false. وكذلك بالنسبة لـ less than، السبعة أقل من ستة، هل هذا true؟ أكيد هذا false. وعندي هل السبعة أقل أو تساوي ستة، ونقدر نقول الستة هل هي أقل أو تساوي ستة، هذا true. ما يتعلق بالأقل أو يساوي نفسه، واللي ما يتعلق بالأكبر أو يساوي، فقط الفرق إنه هذا أكبر وهذا أصغر، نفس اللي تكلمت الأمثلة أعطيتها هنا، هي تقدرون تطبقوها بالعكس هنا. أيضا نتكلم عن موضوع المقارنة. بالنسبة لي كانت كل المقارنات
العفو، هنا كل مقارنات كانت أرقام. نقدر نكون أيضا المقارنة تكست أو قيم حرفية. يعني هنا أقول هل الريد هو لا يساوي جرين؟ نادي يقول ترو، الريد لا يساوي جرين. زين، حنط هنا يساوي. هل الريد يساوي جرين؟ أكيد فولس. لكن لو هنا بدل الجرين مثلا كاتبين ريد، راح يكون جواب ترو، لأنه الريد يساوي الريد. أكيد إذا أحط أكبر هذا في الشيء يعني مو منطقي بالمقارنة، فما أنصحكم تستعملون هذا الشيء بين تقارنون مع تكست. فإذا أنا كنت أتأكد إنه هذه هل الريد لا يساوي ريد، هو بالحقيقة منطقيا الريد يساوي الريد، فالريد لا يساوي الريد، هذا أيضا راح يقول لي فولس. زين، نجي لموضوع ال conditional formatting. نختار ذني، وأنا أذكر من طي سابقا وشرحتنا كان موضوع عن أرقام less أو greater than. أروح أختار أول خيار، أنا راح أختار equal to. equal to، وهنا أنا cell value، عفوا هنا أنا نزيد الإضاءة، أختار specific text equal to وأختار specific text. ومثلا هنا الأحمر نختار الفولس، خلينا نخلي capital أفضل، فولس، حقول اوكي. اي كلمه فولس هنا حوليها حمراء، يعني هذا الديفولت كان موجود. هسه خلي انه اي شيء اخضر، اي شيء ترو يسوي اخضر. سويت سلكت لي كلهن، وارجع مالت الاخرى كونديشن فورماتنج، واختار هايلايت سيلز رولز، واروح الى ايكوال تو، نعيد نفس الخطوات، واختار سبيسيفيك تكست. هنا اذا تلاحظون لون احمر، اكو عندي خيارات، اكو green full with dark green text، راح اختار هذا اللي يمثل لي true. شوفوا تغير هذا المربع، تغير لونه. فهسه شو راح اكتب؟ اكتب كلمة true، واذا انطيت اوكي راح يتغير. هنقول له اوكي، شوفوا هاي كل كلمة true صارت خضراء، وكل كلمة false صارت بقت يعني صارت حمراء. زين، لو نيجي نغير بشرط، مثلا هسه هذا 9 اكبر من 8. زين، نقول التسعة هل أكبر من الواحد وثمانين؟ انتر، أيضا صارت فولس. زين، أجي على الشرط ما قبل الأخير، هذا فولس. هل السبعة أقل من الستة؟ السبعة هي أكبر من الستة. زين، نخلي هاي 16. هل السبعة أقل من 16؟ صارت ترو. يعني اي شرط اجي هنا يعني عليه اغير بيه، راح اوتوماتيكيا conditional formatting راح تغير. هل السبعة لا تساوي سبعة؟ السبعة هي تساوي سبعة، فبالتالي راح يطلع هذا false، لان يعني السبعة مو ما تساوي سبعة، سبعة تساوي سبعة. خليني نخليها 71. هل السبعة ما تساوي 71؟ صارت ترو. يعني الفكرة انه كل واحد من ذني الشروط بس اغير الشرط مالته راح يتغير لونه طبقا للكونديشنال فورماتنج اللي انا اختاريتها. كل كلمة ترو تصير خضراء، وكل كلمة فولس تصير حمراء. ان شاء الله نكمل موضوع ادوات الشرط او عبارة if statement، عبارة الاف، ونعطي مثال جميل عنها بموضوع الترافيك لايت في المحاضرة القادمة. تحياتي لكم.